انا فوفه، ده البوست اللي هو بتاع الفيسبوك. انا فوفه اول تعليق بتقول، كاتبه تعليق على فكره عجبني قوي فعلا. هي بتقول ايه؟ عايزين حاجه تلفت الانتباه انه ياكلها علشان بيرجع بالسندوتشات. حلوه قوي، حاضر. انا فوفه، انا شايفه ان انت لو عملتي الوصفه اللي احنا عاملينها النهارده دي هتبقى حلوه قوي معاكي. العيش الساندوتش يكون مقفول كده جواه حشوه جبنه، وحاضر هنعمل حاجات تلفت الانتباه من عينيا. مريم محمد بتقول احلى لولو في الدنيا، محتاجين وصفات حلوه ومش مكلفه لاطفال الحضانه، وربنا يحسن ما بين ايديكي. حاضر يا مريم، من عينيا هنعمل كل ده والله. ام مريم بتقول عايزه اللانشون واللي هي الشوكولاته القابله للدهن، وعايزه كفته وعايزه بانيه. عينيا اللانشون انا احنا كل ده يا جماعه ان شاء الله هنعمله. يعني احنا بن بن انا بطلب منكم، او صفحه البرنامج بتطلب كده منكم، ان انتم تكتبوا الحاجات اللي انتم عايزينها، علشان احنا بنجمع كل الكلام ده وبنعملها الاسبوع اللي بعده. خلاص، اللانشون من اكتر التعليقات اللي مكتوبه، والشوكولاته القابله للدهن. ام محمد بتقول لانشون وجبنه كريمي. حاضر عينيا. نونا لسه كاتبه التعليق ده من نص ساعه، بتقول انا بحبك وبحب اتابع روحك الحلوه، انا من اسوان من النوبه. بتقول في ملحوظه، ليه بلاحظ ان انت بتحطي في كل المعجنات بيض؟ ينفع نستغنى عن البيض علشان ما بيحبنيش؟ ممكن، ما فيش مشكله. بس انا دايما بقول لكم تكه، وانا عارفه وانا بستخدمه بقول لكم انا عارفه ان كتير ما بيحبش البيض في العجين، والله ما بيدي طعم. حطوا معلقه الخل الابيض، بتضيع اي طعم. ممكن تستغني عنها، او ممكن تستغني عنها، بس البيض بيدي قيمه غذائيه. ممكن تستبدليه بمعلقه من الزبادي، ممكن تستبدليه بمعلقتين من اللبن البودره، كل ده ينفع معاكي، واستغني خالص عن البيض. طيب حبايبي شكرا والله. طيب انا عايزه كده في كام تعليق كده. رحاب بتقول يسعد صباحك يا شيف الاء، كل سنه وانت طيبه. عملت الكنافه بالمانجا وطلعت تحفه، الله عليكي يا رحاب. معلش يا رحاب، بس عشان الحاضر فاتحاه والله، ده اعلى حاجه، عشان اصل السكرينه جديده فهي مغمقه الاضاءه شويه. لا هو متصلح، بصوا اهو، بصوا يعني، استنوا بس كده. يا ايه ده، ده هنج الموبايل هنج. لا حول ولا قوة الا بالله. استنى، ده من حلاوة الكنافة بتاعت رحاب حقيقة. يعني انت يا رحاب عاملاها بالظبط نفس الشكل حتى اللي احنا عملناه في الحلقة، بس عشان اتظلمت، عشان انا رحاب اصلا عاملة الكنافة يا جماعة زي ما انا كنت عاملاها بالظبط. هنشوف بعد اذنكم تطبيق رحاب تاني اهو. نعم بس انا عايزة الحركة دي. تسلم ايديكي يا رحاب والله. دي كنافة بالمانجا، المانجا وقتها دلوقتي قبل ما تخلص، والكنافه موجوده ما بتروحش في حته، يعني بشوف ان هي من الحلويات اللذيذه قوي. طيب اجمل ورده بتقول اول حاجه كل سنه وانت طيبه يا احلى شيف، وعقبال كل سنه ربنا يديم عليك الضحكه القمر ويخلي لك ابنك يا رب. انا جربت حاجات كتير بس مش بعرف اصور على طول، دي الميني بيتزا الله، وكشري الحله الواحده والقرص الطريق الله. يا اجمل ورده، بصوا لي بقى على اجمل ورده كده، عامله الميني بيتزا وعامله كشري الحله الواحده، بجد تسلم ايديكي. والقرص عامله بقى حركه جامده قوي في القرص الطريه، عاملاها بشكل كده ظريف قوي. تسلم ايديكي الحلوه، وده كشري الحله الواحده، وده الميني بيتزا. مش قادره، مش عارفه بصراحه ايه الصوره تحت دي، بس بجد تسلم ايديكي، والصوره انت مصوراها زي الفل. يا ام محمد ازيك؟ يا ام محمد صباح الورد. الله يخليك يا حبيبتي، تسلم ايديكي. الله يخليك، الله يخليك، شكرا يا ام. امين يا رب العالمين، يخلي لي الضحكه الحلوه البريئه دي. الله يخليك يا ام محمد والله، شكرا بصراحة والله. بصراحه يعني انا من بدري عاوزه اكلمك، كلمتك مره وانفصل الخط. يعني انا بحب اتفرج عليكي، بحب بنتي تبقى زيك بريئه كده والله. ده انت منوراني والله العظيم، والله العظيم. وكفايه انك لما بتبصي على لما حد بيكلمك بتحسسيه انك انت قاعده معاه، بتسيب اللي في ايدك بتكلميه وش لوش. الله يخليك يا ام محمد والله، انت منوراني وكلك ذوق والله. حبيبه قلبي يا بنتي، وربنا يحسن ما بين ايديك. امين يا رب، يا رب يعني يجعلك كده قدوه لبناتنا. الله يخليك، امين يا رب، يعني امين يا رب ان شاء الله. شكرا يا ام محمد جدا لذوقك ولكلامك والله، انا مش عارفه اقول لك ايه، نورتيني وشرفتيني بكلامك ده، كتر خيرك. طيب سهام، شكرا يا سهام. حليمة بتقول لو عجنت عجينة القرص واختمرت جامد اعمل فيها ايه؟ حلو السؤال ده، هقولك بقى على حاجة. لو سيبنا العجينة تخمر جامد ايا كان بقى، نسيتيها، ما حسبتيش الوقت كويس، لميها، لمي العجينة
اعجنيها مره والتانيه وسيبيها تخمر مره تاني، يعني عامليها كانها عجينه لسه انت عجناها، اعجنيها هبطي خالص، شيلي كل الهواء اللي فيها وسيبيها تخمر مره تانيه بتاع تلت ساعه وتعاملي معاها عادي هتبقى كويس. ام يحيى بقى اللي بتبعت لنا كل اسبوع، ام يحيى بتعمل حاجه لذيذه جدا، بتجمع كل تطبيقات الاسبوع وتصورهم وتنزلهم، بس المره دي بقى عامله حاجه خطيره قوي. بصوا لي على ام يحيى. ام يحيى يلا حاطه صورتي عشان عيد ميلادي مع الاكلات. الله يا ام يحيى تسلم ايديكي. بصوا بقى ام يحيى وجمالها، كيكه الكيس لا وكاتبه بقى تحت كل اكله حركات برضو. ام يحيى دي بصراحه تسلم ايديها، عامله كيكه الكيس تحفه، وعامله الكرواسون المقلي تسلم ايديكي، وعامله القايمات البيتزا احنا كنا عاملينها مع بعض من زمان تحفه، الازرف اللي بتاعت الاسبوع اللي فات، الازرف المحشيه تجنن، اللانشون كمان. وبصوا بقى صورتي يعني بقى وعيد ميلاد وبتاع، تسلم ايديكي الحلوه، تسلم تسلم ايديكي على كل تطبيقاتك يا ام يحيى والله. ورميساء وروان واحمد ويحيى ربنا يبارك لك فيهم وسلمي لي عليهم قوي وبوسيهم لي، تسلم ايديكي الحلوه. سهر بتقول عايزين بسكوت حادق حاضر، مخبوزات محشيه لللانش بوكس يا ايه. اهو ايه كاتبه التعليق ده امبارح، عملنا اهي العيش المحشي اي شكل، مش لازم على فكره يطلع شكل الفينو، ممكن تعملوه قرص، ممكن تعملوه شكل كرواسون على فكره كمان ويستوي بيبقى حلو قوي. لاميا بتقول عايزه افكار جديده وغير تقليديه ومش مكلفه، بحبك جدا يا شيف. حاضر يا لميا، هنعمل ان شاء الله افكار جديده وغير تقليديه. في كمان ناس كاتبه، ماري كاتبه بتقول عايزه حاجات صحيه وتكون قليله الدهون يعني. حاضر. طب في حد بيقول انا زعلان منك، زعلانه مني ينفعش نقولها؟ طب براء بتقول انا زعلانه منك بس بحبك، طلبت منك اكتر من مره القراقيش الناشفه، كل ما بعملها تطلع طريه، كنت يوم الاثنين محضره الحاجه علشان اعملها. انا اسفه، انا اكيد والله ما شفتش التعليق. القرص اللي انا اسفه، القراقيش الناشفه علشان بتطلع معاكي طريه، اول حاجه ان انت لازم تتبس كويس، القراقيش يا جماعه بتتبس كويس كده. تاني حاجه ما نخليهاش سميكه، دي ضروري قوي. تالت حاجه ما نزودش الميه السوائل فيها. رابع حاجه الفرن، تقعد في الفرن شويه، بلاش ان انت تطلعي، لان القراقيش على فكره احنا ممكن نعمل كل حاجه ونطلعها من الفرن تطلع طريه، ليه؟ علشان احنا ما سبناهاش فترتها في الفرن، ضروري ان هي تقعد كده شويه في الفرن، النار ما تكونش عاليه علشان ما تاخدش معاكي لون من بره، وكمان تطلعيها تلاقي ان هي طريه من جوه. الحلقه خلصت، كل تقريبا 80% من التعليقات اللي موجوده على البوست انتوا عايزين اللانشون وعايزين الجبنه الكريمي وعايزين الشوكولاته القابله للدهن، لان انا قريت كل التعليقات، وباذن الله بالليل كده انا هفتح البوست كده واقعد كده اعمل لكم لفات، وبنقعد احنا نحب في بعض على البوست ده على طول.